حياكم الله مشاهدي ومتابعي تلفزيون دولة الكويت في هذه التغطية اليومية لفعاليات مهرجان صيف 10 والذي يقيمه وينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتستمر فعاليات المهرجان إن شاء الله حتى 31 من الشهر الجاري. هذه الفعاليات عزيزي المشاهد تنوعت اليوم ما بين الثقافي والفكري والأدبي، وكانت إحدى هذه الفعاليات تتعلق بمحاضرة حول القراءة والثقافة والطريق إلى القمة، يحاضر فيها الأستاذ إيهاب العرابي في مركز عبد العزيز حسين الثقافي في منطقة مشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إيهاب عرابي، مدرب في التطوير الشخصي والإداري. الحقيقة أنا سعيد جدا أن أنا بشارك في مثل هذه المهرجانات، المهرجان الصيفي الثقافي اللي بيقيمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. الحقيقة مثل هذه المهرجانات بتساعد على تنمية المجتمع بشكل كبير، لأن معيار جودة الحياة هو المعيار اللي بيقاس به الشعوب تقريبا، هذه الإحصائيات من 15 إلى 17 سنة. النهاردة إن شاء الله من خلال ورشة العمل اللي هنتكلم فيها مع بعض بعنوان القراءة والثقافة والطريق إلى القمة، هنتعلم مع بعض مجموعة من الاستراتيجيات. هنشوف لو شخص مثلا ما بيحبش يقرأ، يا ترى في استراتيجيات يقدر يعملها في حياته يكتسبها من خلال بعض العلوم اللي هي علوم التطوير الشخصي والإداري، فيقدر من خلالها يكون يخلي القراءة نمط حياة، أو بنقول عليها لايف ستايل، تكون حاجة في حياته بيعملها زي الأكل والشرب. يا ترى في استراتيجيات يقدر يتعلمها؟ الكلام ده إن شاء الله هنتكلم عليه النهاردة في المحاضرة. وكمان هنتكلم على الشخص القارئ. الشخص القارئ بيحتاج حاجتين، بيحتاج يوفر وقت، وبيحتاج إن هو يعلي من قدرته على التركيز أو على الاستيعاب أثناء القراءة. هل يا ترى أيضا في استراتيجيات يقدر يستخدمها القارئ إن هو فعلا يزود قدرته على الاستيعاب ويزود قدرته على التركيز ويزود معدل القراءة اللي هو بيقرأ فيها؟ ده كله إن شاء الله هنشوفه النهاردة من خلال ورشة عمل القراءة والثقافة والطريق إلى القمة. الحقيقة دور بعض الورش التدريبية اللي هي مختصة بعلوم التطوير الشخصي والإداري زي ورشتنا النهاردة مثلا القراءة والثقافة والطريق إلى القمة، دورها في المهرجانات دي الحقيقة لها دور كبير جدا، دور فعال على التأثير على المجتمعات. لأن النهاردة احنا لما نبدأ نعلم الناس إزاي يحبوا القراءة، إزاي إن الثقافة لها دور كبير جدا فعال في حياتهم، إزاي نديهم بعض الاستراتيجيات. يعني مثلا على سبيل المثال استراتيجية من الاستراتيجيات اللي هنتكلم عنها النهاردة، استراتيجية بتقول عادات صغيرة مستمرة تساوي نتائج كبيرة. شخص مثلا ما بيحبش القراية ونفسه يقرأ، بنيجي نقول له كل يوم مثلا اقرأ صفحتين بس واظب عليهم، خلي القراءة بالنسبة لك لايف ستايل، خلي القراءة بالنسبة لك نمط حياة، حاجة بتعملها كل يوم عشان تحبها. لو عملت، ممكن واحد يقول لي هقرأ ورقتين في اليوم، يعني أنا على السنة ما تخلص تقريبا مش هخلص 700 صفحة، يعني بتتكلم في كتابين. أقول لك لا، أنت لما تتعود عليها هتبدأ تحب القراءة، فممكن بعد سنة تلاقي نفسك معدل قراءتك للكتب زاد، بقى كتابين، بقى ثلاث كتب. في النهاية تحس ان القراءة شيء ممتع في حياتك، لان اول كلمة نزلت في القرآن واول كلمة نزلت في الاسلام هي اقرأ، وكأن القراءة لكي تصل الى الله سبحانه وتعالى لابد ان تقرأ لتتعلم. شكرا لكم. وصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن القراءة تحسن من سلوك الفرد وتجعله أكثر لطفاً. الدراسة أجرتها مؤخراً منظمة وكالة القراءة البريطانية أثبتت أنها تخلق شعور بالرضا، وأنها تزيد من الفهم والتعاطف، وتجعل القارئ أكثر لطفاً وتهذيباً. ولاحظت الدراسة أن الكتب ذات المحتوى الجيد تعرف المفرد على أشياء مفيدة كثيرة، وبمقارنة القارئ لنفسه ببطل القصة يمكنه أن يحدد صفاته الشخصية. كما بيّنت الدراسة
إن الذين يقرؤون بانتظام يسهل عليهم التعامل مع المشاكل الحياتية وينامون أفضل، ونادراً ما يصابون بالكآبة. أما ما يخص الأطفال فإن التلاميذ الذين يقرؤون الكتب بكثرة يسهل عليهم التعامل مع أقرانهم، وهم أقل ارتباطاً بالأجهزة الإلكترونية المنتشرة حالياً. هذا ما اتضح من نتائج تجربة أجريت مؤخراً في ألمانيا، اشترك فيها أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 9 سنوات يقرؤون أكثر من البرامج المدرسية المقررة. إضافة إلى ذلك، قرر الباحثون متابعة الحالة للمشتركين في هذه الدراسة، حيث تبين أن الذين يقرؤون بانتظام ينامون أفضل ويتمتعون بشهية جيدة ولا يعانون من الكآبة، كما تجعلهم الكتب الجيدة أكثر لطفاً. فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الصيفي ثقافي 10 جاءت متنوعة ومتعددة، فبعد المحاضرة التي أقيمت في مركز عبد العزيز حسين في منطقة مشرف، ننتقل وياكم مشاهدين إلى ضاحية عبد الله السالم، وتحديدا إلى قاعتا الفنون وأحمد العدواني للفنون التشكيلية، حيث أقيم معرض للفن التشكيلي شارك به عدد طيب من الفنانين الكويتيين المتميزين في هذا المجال كنوع من التواصل ما بين جمهور ومحبي هذا الفن التشكيلي وهذا المعرض. تعالوا معنا لنتابع هذه الجولة الخاطفة للمعرض الفني التشكيلي. السلام عليكم، معكم أختكم فنانة تشكيلية منى يزدجي. خبرتي بالرسم 16 سنة، 10 سنوات أعطي دورات بالرسم. هذا المعرض رقم 31 أشارك فيه، معرض الصيفي 10. أشكر مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على المعارض اللي يسوونها وتشجيعهم للشباب، وأتمنى أنهم دائما يعني يكونون يشجعون الشباب ويحطون إعلانات الدورات، إن عشان إذا حد في عنده موهبة ينميها من خلال الدورات ويشارك، وإحنا بخدمتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الفنانة التشكيلية ألطاف عبد المحسن العلي، مشاركة اليوم في معرض الصيف لضاحية عبد الله السالم قاعة أحمد العدواني، والعمل الفني اللي مشاركة فيه اسمه الحرية، وكان فايز في مهرجان مؤتمر حقوق الإنسان في ألمانيا ميونخ، وحبيت أعبر فيه عن وطني الكويت، وكان جانب شيق لأني أشارك والعربية الكويتية الوحيدة في هذا المؤتمر. واليوم حبيت أثري مشاركتي بأني أدعو الشباب الكويتي أن يعززون روح القاعة هذه بمشاركتهم وحضورهم، ويشجعون الفنانين كلهم الكويتيين، وأيضا يشاركون في حفلات الجرين الثقافية والأدبية، لأن هذه روح المجتمع الكويتي الواحد اللي تعزز روح الفنان. ويعطيكم ألف عافية.
مع انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي، يبدو أنه ارتفعت وتيرت وتنوعت وتعددت أنشطة مهرجان صيفي ثقافي 10، حيث تشكلت هذه الفعاليات لهذا اليوم حول محاضرة حول أهمية القراءة أقيمت في مكتبة عبد العزيز حسين في منطقة مشرف، بالإضافة إلى هذا المعرض للفن التشكيلي والذي شارك به عدد لا بأس به من الفنانين التشكيليين الكويتيين، وقد حضره جمهور طيب من محبي هذا الفن التشكيلي، وكان ختامها مسك حول محاضرة حول أهمية المواطنة أقيمت في المكتبة الوطنية وحاضر بها الدكتور محمد لوهيب. إلى هنا نصل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى ختام رسالتنا اليومية لمهرجان صيفي ثقافي 10 والذي تستمر فعالياته وحتى 31 من الشهر الجاري. إلى أن نلقاكم ورسالة أخرى حتى ذلك الحين، نترككم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.